مشاهدين اهلا بيكم مره تانية. البشره الجافه ازاي تعتني بيها لو طالعه من الشتاء والبشره متدمره؟ تعالي تابعينا بقى ان شاء الله بشرتك ترجع زي الفل النهارده. يشرفنا تكون معانا حنان المسوتي خبيره التجميل. مرحبا بيكي حنان. اهلا وسهلا. اهلا بيكي. الاول احنا يعني عندنا بعض البنات بتبقى مش عارفه اصلا نوع بشرتها، انا بشرتي جافه ولا مختلطه ولا عاديه، وفي بعض الناس بتبقى البشره بتاعتها مختلطه فعلا، في جزء جاف وجزء لا. ازاي اعرف ان انا بشرتي جافه؟ أول شيء البشرة الجافة هي ملامحها بتكون كتير واضحة، بتكون كتير شديدة الإحمرار بسرعة، أي عامل جوي خارجي ممكن يعرض للإحمرار للتشقق للجفاف، دائما مسامها بتكون كتير ضيقة، دائما خالية من اللمعان، دائما لونها بيكون كامد يعني ما فيها إشراق، ما فيها بتحسي ما في نضارة. صاحبة البشرة الجافة التشخيص تبعها كتير سهل، بباطن الإبهام أنا بمرر إيدي بهالطريقة من فوق من تحت لفوق، فلح يكون في عندي حالتين بهي الحالة. لا استني بقى بالراحة عليا كده، تاني قولي تاني كده زي البشرة الجافة تعرف. البشرة الجافة إجمالا بيكون الجفاف والنشفان والمسامة الضيقة واضحة عليها. أيوة. للتشخيص الدقيق أيوة. للبشرة الجافة الحساسة العادية، لأنه هلأ بنحكي على الغير عادية، بمسك الإبهام بهالطريقة، باطن الإبهام من هون وبمرقه بهالطريقة من تحت لفوق من الجنب من هون على وشي إجمالا، بمرق بهالطريقة من هون، فلح لاحظ إما حيكون في عندي تدرج يعني مناطق ناشفة ومناطق لا، أما رح يكون عندي ملمس واحد بهالحالة حتكون البشرة متناسقة متجانسة حتى لو كانت جافة. بس أنا حابة أنوه كتير فكرة هي مهمة وأساسية للي بشرته جافة. نحن خبراء التجميل بنتعامل مع البشرة الجافة الحساسة العادية، ذات الحساسية العادية، بس في مراحل من البشرة الجافة اللي حساسيتها عالية جدا، هي لازم حصرا تتعامل مع طبيب جلدية، لأنه بتكون حساسيتها عالية، المواد اللي بنتعامل معها نحن ما بتتقبل أبدا، بتكون عرضة لأمراض كتير، فأنا بدي أحاول أني ألجأ لطبيب بهي الحالة. طالما بشرتهم جافة عادية فيتابعونا وأكيد رح يستفيدوا كتير. يعني الكلام اللي هنقوله النهاردة مش البشرة الجافة الحساسة، لا البشرة الجافة العادية يا جماعة، عشان ما تحصلش أي مشاكل. طيب.